السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة مع سكوتر جديد. الناس اللي بتحب السكوتر وبتفضله على الموتوسيكل، ناس كتير جدا بتفضل السكوتر على الموتوسيكل بل وما بتركبش الا سكوتر. النهاردة مع كوفي نيرو 150، تابع معنا الفيديو للنهاية هتعرف كل التفاصيل عنه ان شاء الله، واي سؤال او استفسار هتكتبه في التعليقات نجاوبك عليه ان شاء الله. تابع معنا الفيديو للنهاية. ورجعنا تاني مع سكوتر كافي نيرو، نعرف كل حاجة عنه ان شاء الله، المواصفات الفنية بتاعته. ناس كتير طلبته لان طبعا عارفين السكوترات منتشرة في المدن اكتر، وخصوصا اهل اسكندرية القاهرة. سكوتر اول حاجة 150 سي، طبعا زي ما كنا بنقول في الموتوسيكل 5 غيار، هنا مفيش غيارات. السكوتر تزويد لانه شغال على كورونا امامي وخلفي بينهم سير، طبعا عارفين نظام تشغيله، وعملنا فيديو عن نظام تشغيله وتغيير الموتور بتاعه على قناة عيادة الموتوسيكلات لو عايز ترجع له، ده قناة خاصة بالصيانة. الموتور بيولد 13.3 نيوتن عند RPM 6000، القوة بتاعته طبعا برضو حتى الماكس باور بتاعه 9.8 كيلو وات عند RPM 7500 دورة. طبعا نظام التبريد فيه الهواء زائد المية، تمام؟ يعني طبعا ده نظام كويس جدا، كون ان يكون في عند نظام تبريد غير الهواء في السكوتر بالذات ده امان وحماية، لان الموتور طبعا احنا عارفين ان هو مغطى من كل الجوانب بالفبر، فالحرارة يعني محوطة من كل ناحية، فلما يكون عندي نظام تبريد مع الهواء افضل 100 مرة واطول واحسن لكفاءة الموتور. وعلى فكرة ده بيخليه سكوتر سفر، يعني نظام التبريد بتاعه بيخلي السكوتر، هو ده اصلا الفرق ما بين سكوتر ان الواحد يتمشى بيه مسافات قصيره والمسافات الطويله. لان انت لو ما عندكش نظام تبريد غير الهواء، اعرف ان الموتور لو مشيت بيه مسافات طويله اللي بيحصل بيه خصوصا في السكوتر اللي بيحصل بيعمر، بياكل البستن بتاعه، بيسلخ السلندر. ليه؟ الموتور النايم مع الحراره اللي حواليه، ما انت عندك الهواء اللي طالع منه نار، تمام؟ والمفروض الهواء اللي هيبرده هو هواء سخن اصلا، لانه متقفل من كل ناحيه حوالين غرفه الاحتراق بفبر، فده اللي بيحصل عندي ناتج تاكل البستون بسرعه، فتلاقي المكنه بتدخن باستمرار وبتاكل زيت، تمام؟ عندي اللي هو التوب سبيد، السرعه القصوى بتاعته 95 كيلو، سرعه ممتازه جدا، تمام؟ عندي الوزن بتاعه 160 كيلو. طيب انا عندي مع السرعه 95 و160 كيلو، ممتاز، هيبقى ثابت معاك على الطريق جدا. 160 كيلو طبعا اغلب الموتوسيكلات الصينيه ما بتوصلهمش، اذا يبقى انا عندي ثبات وكفاءه، يبقى فعلا ده بتاع سفر. عندي التانك 8 لتر و6 من عشرة. طيب استهلاك البنزين بقى، ما هو ده اللي هيحدد، لان انا عندي كده التانك 8 لتر و6 من عشرة، يعتبر الموتوسيكلات اكبر بكتير. بيقول لك استهلاك البنزين اللتر هو المفروض 2.8 يمشيك 100 كيلو، يعني قول تقريبا اللتر مثلا من 35 ل 40 كيلو او من 30 ل 40 في المتوسط، تمام؟ يبقى استهلاكه في البنزين كويس، امكانياته كويسه. طبعا البطاريه 12 فولت على 6 امبير، ده البطاريه العاديه خالص، يعني اي بطاريه هتركب عليه ما فيش اي مشكله خالص، تمام؟ الجنط الامامي 15، الجنط الامامي 15/70/120، الخلفي 14/60/140، عرض الكاوتش كويس جدا جدا. طبعا المكنة بامكانياتها دي كده جميلة، الثبات، السرعة، تمام، الحجم. يعني مثلا احنا لو اتكلمنا عن حجم المكنة نفسه هنبص نلاقي طول المكنة 2.7 متر، ارتفاعها 75 سنتي، تمام. المكنة كالحجم بتاعها ممتاز، تمام. الوزن القائم عليها 150 كيلو، يعني فردين. المكنة طبعا تحت الكرسي شنطة العدة والتانك، يعني لو مثلا حبيت تشيل طقم عدة او الكلام ده، او هتشيل حاجة معاك، في شنطة عدة كويسة تحت التانك. طبعا ده كونتاك يمين وشمال وهو اللي بيفتح الكرسي، تمام.
وفي عندي شبكه خلفيه لو هتربط عليها صندوق او حاجه يعني ممكن تشتغل بيها برضو توصيلات او دليفري او الكلام ده. تمام، حماله كبيره وحماله صغيره. تمام، الاضاءه كلها عادي زي ما حضرتك شايف، الفانوس الخلفي، الاشارات، اضاءه كويسه، الشكل العام بتاعها كويس، مفيش في اي مشكله. يعني هو تقريبا يعتبر من افضل الاسكوترات اللي موجوده. يعني حتى برضو الجماعه اللي دايما كان يسال على قطع الغيار، طبعا قطع الغيار احنا الاول انا عمري ما اتكلمت عن اي حاجه تخص شركه بنيلي وكيوي، لان دايما كان في عندي مشكله في قطع غيارها، وخصوصا في المنصوره. انت عارفين اهل المنصوره دايما ايه، الريف متحكم عليهم والكلام ده، فالجماعه عايزين الحاجه اللي تسعف، انا عايز قطع الغيار تكون قدامي، ما يعني ما اجريش وراها كمان، لا هي اللي تجيني. فعشان كده دايما كان استخدامنا الحاجات الصيني بس، ما فيش اكتر من كده. لكن حاليا قعدت بتكلم عن الضايو اللي بتاع اللي قعدت بتكلم عن الكيوي والبنلي بكلام كتير. ليه؟ لان دلوقتي قطع الغيار اتوفرت من الابره للصاروخ زي ما الناس بتقول، اي حاجه جوه الموتور بره الموتور اتوفرت، سواء للبنلي او الكيوي، عشان كده دخلوا السوق. وبعدين طبعا انا لازم اتكلم عنهم لسبب برضه، لان مهما كان بنلي وكيوي طبعا بعد توفر قطع الغيار خلاص احنا عارفين طبعا خامه كيوي وخامه بنلي افضل من الصيني بكتير، وطبعا مفيش ميكانيكي ينكر الكلام ده. ولكن دايما كنت ما بتكلمش عنهم، او كنت اي حد بيقول لي اجيب بنلي اقول له لا ابعد. ليه؟ لان بعد كده احنا اللي بنقف في قطع الغيار. لكن دلوقتي بعد ما توفرت يبقى لازم نرجع بايه بالموضوع، لا عايز تجيب بنلي اي حاجه كده توفرت، وطبعا اتاكدنا من الموضوع خلاص. يبقى احنا بنتكلم عن الخامه ماشي، يبقى بنلي، الجوده، الكفاءه على الطريق، اتنين مساعد امامي، اتنين مساعد خلفي. الناس اللي كانت بتشتكي من مساعد واحد خلفي، وطبعا في السكوتر مساعد واحد خلفي مشكله فعلا، لان المساعد بجنب فعامل لك مشكله. هنا فرامل باك امامي وخلفي تمام، وطبعا ديت ميزه. وفي السكوتر الامامي والخلفي هتلاقي الاسطوانه الديسك الخلفي في نص الجنط، فهتلاقي اسرع استجابه وامن، والمكنه الجنط السكوتر عمره ما هيميل منك يمين وشمال تمام. فانت هتلاقي معاك الامكانيات احسن، سواء في الفرمله او في الامان بتاع الفرمله تمام. يعني لو خدت بالك هتلاقي ديسك الاسطوانه نفسه فين؟ في نص الجنط، ده امن واحسن بكتير. طيب كده السكوتر اعتمادي، اعتمادي في ناس بتسافر بيه مسافات طويله فعلا ما شاء الله دون تاثير عشان موضوع التبريد. يبقى احنا كده مرخص الموضوع، تشتريه اشتريه، قطع غير متوفر، امكانيات، خامه، في نفس الوقت المكنه الموتور نفسه كويس، عامل التبريد، اللي عامل الامان، الفرمله زي ما حضرتك شايف موضح عندك في الطابلو، السرعه، الار بي ام، الغيارات، كل حاجه عندك موضحه. الكهرباء بتاعته عاديه جدا جدا جدا، يعني اليمين الفرمله الاماميه والفرمله الخلفيه طبعا على الشمال، مفيش حاجه اسمها دبرياش هنا، وكهرباء واحد شمال زي ما حضرتك شايف كده، كلاكس وفوقه اشارات وقلب نور، الناحيه الثانيه مارش ونور وبطال تمام. وديت الديسك اللي في نص الجنط، دي ميزه طبعا، عشان كده في بعض المكن الزونتوس منزلينه كده في نص الجنط، ده افضل طبعا واكفأ احسن بكتير. وده اتنين مساعد عشان ما يبقاش في عندك اهتزاز او ميل لو حد ركب معاك او شيل تقل وراك تمام. ده كده كل حاجة عن السكوتر. اي سؤال اي استفسار ان شاء الله هنسيبه في التعليقات، وما ننساش تمرره لغيرك. صلى الله عليه وسلم. طبعا مزود بدواسة خلفية، طبعا السواق اللي قدام كده كده الدواسات قدامه تمام. بس كده صلى الله عليه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.